شوف اخويا العافيه راه شعلات هادشي اللي واقع السوق راه كاع الناس مضرورين تحرقوا مسات هادشي اللي واقع اخويا انت خدام هنايا ولا عندي محل اخويا عندك محل عندي محل تحرق بغيت نطل البلاصه فين نشوف ما لقيتش فين ندخل كاع دابا نيت حي السلعه عندك تما تقريبا كاينه السلعه كاين تبارك الله دعتوا فلوسكم دعتوا والحمد لله اش غتقول ضاعنا اخويا وكاينين الناس اللي ضاعوا بزاف كاع مساكن كاع هذا مكتاب ديال الله يعني راه هو مكتاب ديال الله اش غادي دير ما عندك ما دير اخويا ما عرفتش كيفاش شعلات العافيه ما عرفتش اخويا انا كنت خدام تقريبا ثلاثة ولا شنو كيبان لي الدخان جاي من جيت 17 كيبان لي الدخان شويه تا كنت جات قربت جيت كتبان لي شعله واش هذه هي الاولى دابا شفت ثلاثه المرات ورا اربعه وهي كتشعل بحال هكا ولكن هذه المره واعره بزاف اخويا انتوما باش كطالبوا ها باش كطالبوا وباش كنطالبوا نطالبوا بالله يخلف علينا باش غطالب باش غطالب اخو اللي عطا الله عطاه واه اللي عطا الله عطاه اش غادي الله يصبركم الله يعاونكم امين هنا وبالوراق تاعي 100 مليون هنا وبوراقيه كما تشوفوا مو تتبقي حنا اه ويلي وحدي وجايين ليا بوليا الناس اللي تشوف الناس كاين نحكوا عنه سنتيمو تدانا معايا تبعوا ليا مشات صور قدامك قدام مزنوع 100000 السيمانه اللي كنخرج ما كاين لا مال ما غير انا وولاد 100000 100 مليون 100 مليون يعني خلينا نشاتاه يعوض الله الله يعوض 23 عام 23 سنه ولا انا بالنسبه لهاد الاسباب ديال الحريق شنو هي ما عرفتش شنو هي كيفاش غات العافيه كانت هذاك شي عاصفه اه سير حيد الميكرو صاحبي البرد 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 وما عطقوناش البومبيه حاجه ما بقات البومبيه اللي ما رحموناش البومبيه اللي ما قتلونا هاد العافيه شحال من ساعه عايشه انا دابا حتى على من 3 ونص يعني من 3 ونص هما كاين حتى واحد عليا ما نجري والو كنمشيو عند اللي بغا الاسباب ديال الحريق شنو هي خويا ها شنو الاسباب الاسباب والو عاد شي حاجه قويه مع ايوا Thank you.
ماشي بحالي راه عندي التيران. واش انا عندي التيران؟ ودي ارفع. لولا تضافر ديال الناس اللي كنا نتعاونوا. ضربت في البلاصه اللي فيها العافيه. جوج تقارش. كنت كنت طويل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.